يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتاد. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. القتاد هو النمام اللي بينقل الكلام بين الناس بنية الإيقاع والإفساد. والنمام يا أخوانا غير المغتاب، المغتاب اللي بيذكر أخاك بما يكره، إنما النمام هو اللي بينقل الكلام بنية الإيقاع بين الناس. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجل قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الحديث صحيح.